للإعلان عن تفاصيل النسخة الخامسة من اجتماع القاهرة الخامس لرؤساء المجالس والمحاكم الدستورية الإفريقية، جاء المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر المحكمة الدستورية العليا لإعلان تفاصيل المشاركة والمحاور التي تتناولها أجندة الاجتماع. المحور الأول فيهم هو كان مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، المحور الثاني هو التحول الرقمي وضرورته في ظل جائحة كورونا، التحول الثالث هو منظومة الاقتصاد الأخضر وكيفية التعامل معها، التحدي الرابع والأخير من ضمن هذه التحديات هو منظومة الرعاية الصحية وما ارتبط بها من قضايا عدالة التوزيع في اللقاحات وأثر ذلك على الدول النامية وبصفة خاصة في القارة الأفريقية. وانطلاقا من هذه المحاور تتأتى أهمية الاجتماع الذي قاربت مشاركاته 40 دولة إفريقية لمواجهة أهم التحديات أمام القارة الإفريقية وشعوبها وما يمكن أن يقدمه التعاون القضائي في هذا المجال. وصلنا يمكن لحد 40 دولة تقريبا، حدود 40 دولة قابلوا المشاركة. كل القضايا اللي هي بيرتكز عليها الاجتماع قضايا تنموية في المقام الأول، معالجتها ومعالجة الأثار السلبية ليها بيترتب عليه الارتقاء بمستوى التنمية في شعوب القارة الأفريقية، وطالما تحققت التنمية بيتحقق الاستقرار والرفاهية للشعوب. في عام 2017 كانت النسخة الأولى من اجتماع القاهرة لرؤساء المجالس والمحاكم الدستورية، وبعد ساعات قليلة وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي نسخة خامسة من الاجتماع الذي يترجم صورة أخرى من صور التعاون المصري الإفريقي وبخاصة في مجال الهيئات القضائية، ما يعود بالنفع على شعوب القارة الإفريقية. من مقر المحكمة الدستورية العليا، سارة متولي، التلفزيون المصري.